بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع درس جديد من دروس مادة لغتي والوحدة الثانية. درسنا بعنوان الرياض عاصمة بلادي. نقرأ الفقرة الأولى من الدرس. الرياض عاصمة بلادي. زارت نورة مع أسرتها مدينة الرياض، وفي الطريق سألت أباها لما سميت مدينة الرياض بهذا الاسم يا أبي؟ قال الوالد: سميت الرياض بهذا الاسم لأنها كانت فيما مضى رياضا خضراء كثيرة البساتين والحدائق الغناء وسط الصحراء القاحلة. نورة: والآن ألا توجد فيها بساتين خضراء كما كانت في الماضي يا أبي؟ الوالد: ما زالت الرياض كما كانت رياضا خضراء بحدائقها التي تنتشر في كل مكان من أرجائها، وفي الرياض كثير من المعالم التاريخية كحصن المصمك وآثار الدرعية التاريخية والمتحف الوطني. سؤال نمهد به لدرسنا: ما عاصمة المملكة العربية السعودية؟ إجابة السؤال نجدها في عنوان درسنا: الرياض عاصمة بلاد المملكة العربية السعودية. نريد منكم أبناء الطلاب أن تضعوا عنوانا لهذه الفقرة. نعم، يمكننا أن نقول في عنوان هذه الفقرة: سبب تسمية الرياض بهذا الاسم. سبب تسمية الرياض بهذا الاسم. سؤال آخر: لماذا سميت الرياض بهذا الاسم؟ الإجابة: لأنها كانت فيما مضى رياضا خضراء كثيرة البساتين والحدائق الغناء وسط الصحراء القاحلة. جميل. هناك بعض الكلمات نريد أن نتعرف على معانيها. كلمة الغناء، ما معنى كلمة الغناء والحدائق الغناء؟ كلمة الغناء معناها كثيرة الشجر والطير. يعني عندما أقول الحدائق الغناء يعني الحدائق التي فيها كثير من الشجر والطيور. كلمة الصحراء القاحلة، كلمة القاحلة معناها التي لا ماء بها، يعني صحراء قاحلة لا ماء بها ولا زرع. نريد أن نتعرف على اللام الشمسية واللام القمرية. كيف نفرق بين اللامين، اللام الشمسية واللام القمرية؟ لو نظرنا إلى كلمة الرياض، كلمة الرياض هذه لام شمسية. كيف عرفت أنها لام شمسية؟ اللام الشمسية هي لام تكتب ولا تنطق، والحرف الذي يأتي بعدها يكون مشددا، يعني عليه شدة، شدة وفتحة، شدة أو ضمة، شدة وكسرة. كلمة الرياض، لم أنطق اللام، الرياض، حرف الراء عليه شدة وكسرة، يبقى هذه لام شمسية. يبقى نعرف اللام الشمسية بأنها لام تكتب ولا تنطق، والحرف الذي يأتي بعد اللام الشمسية يكون مشددا، يعني عليه شدة. أيضا كلمة الطريق، هذه لام شمسية.
كتبنا اللام ولم ننطقها، والحرف الذي بعد اللام حرف مشدد، الطاء، الطريق. مرت علينا كلمة الرياض قبل ذلك، كلمة الصحراء، نعم لام شمسية، اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، الحرف الذي بعدها يكون مشددا. كلمة التاريخية، جميل، التاريخية، نعم كتبنا اللام ولم ننطقها، الحرف الذي بعدها وحرف التاء عليه شدة وفتحة، جميل. كلمة، نعم أسمعكم تقولون، الدرعية، جميل، الدرعية، نعم اللام لام شمسية. ننتقل إلى اللام الأخرى وهي اللام القمرية. اللام القمرية ننظر إلى كلمة الاسم، الاسم، هذه اللام كتبت ونطقت، يبقى نقول اللام القمرية هي لام تكتب وتنطق، ونجد عليها أو فوقها نجد أن الحركة الموجودة عليها سكون. كلمة الوالد، الوالد، نلاحظ هنا اللام نطقناها وكتبناها، تنطق وتكتب وعليها سكون، والحرف اللي بعدها على طول بيبقى عليه حركة، الوالد، جميل. كلمة، أسمعكم تقولون كلمة البساتين، كلمة البساتين مبدوءة باللام القمرية، تكتب وتنطق وعليها سكون، والحرف اللي بعدها عليه حركة، جميل. مثلها كلمة الحدائق، نعم نطقنا اللام يبقى اللام قمرية، جميل. كلمة القاحلة، القاحلة، أي هذه لام قمرية، جميل. كلمة الماضي، جميل، لام قمرية. المعالم، نعم ممتاز، المعالم نطقناها اللام لام قمرية. ومثلها كلمة المصمك، المصمك، جميل. وكلمة المتحف، المتحف، جميل، لام قمرية. الوطني، نعم لام قمرية. يبقى نفرق بين اللامين، اللام الشمسية هي لام تكتب ولا تنطق، والحرف الذي بعدها يكون مشددا. أما اللام القمرية مثل كلمة الوالد فهي لام تكتب وتنطق وعليها سكون، والحرف الذي يأتي بعدها يكون عليه حركة. ننتقل إلى الفقرة الثانية من درسنا، والرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها، ففيها مقر الحكم والوزارات والسفارات، ويوجد فيها بنايات شاهقة أحياؤها متعددة وشوارعها واسعة، وفيها شبكة من الجسور والأنفاق، وبقربها تقع القرية التراثية في الجنادرية التي يقام على أرضها المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وتشارك فيه كل مناطق المملكة بالألعاب الشعبية وبالمعروضات القديمة، ويقام على ميدانها سباق الهجن السنوي. نريد منكم أبناء الطلاب أن تضعوا عنوانا لهذه الفقرة، نفكر معا في عنوان لهذه الفقرة. يمكننا أن نقول مثلا الرياض عاصمة المملكة وأكبر مدنها، أو الرياض عاصمة المملكة ومقر الحكم، جميل.
سؤالنا على هذه الفقرة: ما عاصمة المملكة العربية السعودية؟ الإجابة: الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. ولماذا كانت الرياض أكبر مدن المملكة؟ نعم، لأن فيها مقر الحكم، وفيها الوزارات والسفارات، وفيها البنايات الشاهقة والأحياء المتعددة. جميل. سؤال آخر: أين تقع قرية الجنادرية؟ أسمعكم تقولون في الرياض. نعم، بالقرب من الرياض تقع القرية التراثية، بالقرب من الرياض. وماذا يقام على أرضها؟ يقام على أرضها المهرجان الوطني للتراث والثقافة. جميل. نريد منكم أبناء الطلاب أن تميزوا بين اللام الشمسية واللام القمرية في هذه الفقرة. لو نظرنا إلى كلمة الرياض، جميل، أسمعكم تقولون لام شمسية. جميل، الرياض، نعم، لام شمسية. قلنا أن اللام الشمسية هي لام تكتب ولا تنطق، والحرف الذي بعدها يكون مشددا. كلمة المملكة، جميل، أسمعكم تقولون لام قمرية. نعم، نطقناها وعليها سكون، يبقى لام قمرية. جميل. كلمة العربية، نعم، لام قمرية، طالما نطقناها فوقها سكون يبقى لام قمرية. جميل. كلمة السعودية، نعم، لام شمسية. جميل. كلمة الحكم، جميل، لام قمرية. جميل. اللام فوقها سكون، والحرف الذي بعد اللام عليه حركة. كلمة الوزارات، الوزارات، نعم، لام قمرية. جميل. طيب، كلمة السفارات، نعم، لام شمسية. جميل. كلمة الجسور، نعم، لام قمرية. الأنفاق مثلها، لام قمرية. جميل. كلمة القرية، جميل، لام قمرية. كلمة التراثية، نعم، لام شمسية، تكتب ولا تنطق، الحرف الذي بعدها مشدد. كلمة الجنادرية، نعم، لام قمرية. كلمة المهرجان، جميل، المهرجان الوطني، نعم، لام قمرية. للتراث، نلاحظ ان في لام اخرى، لام هنا مكسورة، نجرد الكلمة، نبعد اللام المكسورة هذه ونقول التراث، التراث. هل نطقنا اللام الشمسية، اللام الثانية هذه؟ لا، لم ننطقها، يبقى هذه لام شمسية. جميل. والثقافة، والثقافة، نعم، لم ننطق اللام، يبقى هذه لام شمسية. جميل. المملكة، مرت علينا هذه الكلمة، عرفنا أنها لام قمرية. جميل. الألعاب، نعم، قمرية، نطقنا اللام وعليها سكون. جميل. الشعبية، كلمة الشعبية، هذه الكلمة، نعم، لام مبدوءة باللام الشمسية. جميل. المعروضات، وبالمعروضات، جميل، لام قمرية. جميل، اسمعكم تقولون. كلمة القديمة، جميل، لام قمرية. الهجن، كلمة الهجن، نعم، نعم، لام قمرية. جميل. كلمة السنوي، نعم، أسمعكم تقولون أنها لام شمسية. جميل. شكرا لكم أبناء الطلاب لحسن استماعكم، دمتم سالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.